دكتور كيف الحال؟ دكتور عبد الله عمر عبد الرحمن، اليوم نقدم لك العزاء في الشهيد أحمد، وكنا عايزين نعرف كيف عرفت الخبر. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. لا نقول تعازي وإنما نقول تهاني، يعني هنيئا للشيخ أحمد، ونسأل الله أن يلحقنا به على خير، لأن لكل أجل كتاب، فيعني هنيئا أن يصطفي الله عز وجل ويقول يتخذ منكم الشهداء. أما قضية علمنا باستشهاد أخي أحمد رحمه الله، كان أول أمس بعد صلاة الجمعة وصلنا الخبر عن طريق هاتف، اتصل أحد المجاهدين الأفغان الذي كان معه في هذه الغارة، وكان معه في الصفوف الأمامية التي كان يواجه بها أعداء حلف الناتو والأمريكان، وحددوا معالم أخي أحمد وبعض المجاهدين الذين كانوا معه، وقصف وتم قصف هذا المكان. فكان من نصيبه الحمد لله عز وجل أن كان أحمد من نصيبه أن لقى الله عز وجل، ونسأل الله أن يتقبله شهيدا. فاتصل أخ الذي الحمد يعني من الله عليه بالبقاء، واتصل بأخي محمد بعد صلاة الجمعة وأخبره باستشهاد أخي أحمد. كيف تتبعه أحمد؟ طبعا لابد أن تعرف أن هناك عوامل الخيانة منتشرة جدا، كما تبعه أسامة بن لادن، وكما تبعه كثير من القيادات والمجاهدين الأفغان والمجاهدين العرب، لم يتتبعوهم ولم يصلوا إليهم كما تحدثت مع أخي محمد حينما كان أدرى مني بهذا الأمر، إلا عن طريق الخيانة. يأتي أحد من مأجور ويضع شريحة صغيرة جدا بجوار الأخ الذي يريدون تحديده، فهذه الشريحة تضيئه. أنت تعلم أن أمريكا لها تقدم شديد جدا في الإلكترونيات والتكنولوجيا، فهذه الإشارة تشير وتعطي إشارة أن المكان هنا هو مكان الهدف، فيأتي صاروخ يحدد المكان تحديدا قويا ويصيب الهدف تماما، ولا يتأتى ذلك إلا عن طريق الخيانة. الاعتصام مستمر إلى متى؟ الاعتصام كما ذكرنا والإشارة مفتوحة، الاعتصام مفتوح حتى يعود الشيخ عمر عبد الرحمن، حتى وإن طلبنا الأمد مهما طال، إما أن نلقى الله عز وجل هنا وإما أن يعود والدنا بإذن الله عز وجل. فيش أي اتصال بينكم بين السفارة الأمريكية أو عصام شرف، دكتور عصام شرف، أو المجلس الأعلى؟ الاتصال مفتوح على كل الجوانب، الاتصال مفتوح مع المجلس العسكري، مفتوح مع المخابرات، مفتوح مع الامن الوطني، مفتوح على كده. لكننا في النهايه الجميع الجهات ابدا استعدادها. خلاص على ما نعيد الكره، القضيه لم يعني انتهت، وانتهى بها المطاف عند المجلس العسكري، وقلنا للمجلس العسكري انه عليك حينما تم وزير الدفاع الامريكي وقمنا بعمل مؤتمر تحت عنوان امريكا خلف جواسيسها، فاين مصر من علمائها؟ ان كيف أو أن يتأتى وزير الدفاع الأمريكي ويأتي هنا إلى مصر ويعلنها بصراحة ولا خجل في هذا، أنه أتى للتفاوض عن على إيلان جرابل، وهو على الرغم أنه اعترف بلسان حاله أنه أتى إلى مصر لإفساد الحياة السياسية هنا في مصر، وأنه أتى لتخريب مصر، وأنه أرسل إلى ضباط الموساد بالفعل أشرطة يحدد فيها بعض المناطق العسكرية الهامة، كل هذا اعترافا واضحا. وعلى الرغم من ذلك لما لا مكث إلا 3 أشهر ويأتي وزير الدفاع الأمريكي ليتفاوض على هذا الخائن الذي أفسد الحياة السياسية هنا في مصر ولا يبالي في ذلك. ونتعجب أن المجلس العسكري الذي أتى لحماية الثورة ويعلم عن الشيخ عمر عبد الرحمن قدر علمه وسنه وكف بصره وحبسه الانفرادي وانتهاكات حقوق الإنسان، وأضافة إلى ذلك أنه واضح في تعبيراته أنه قال باعترافه هو أنه ما جاء أمريكا إلا ليعرض قضية الظلم والطغيان في مصر، وحينما سئل عن تفجير مركز التجارة العالمي الذي اتهم فيه غدرا وخيانة قال أن هذا مخالف للشريعة الإسلامية وأن هذا هزني من الأعماق، وأن كل من دخل أمريكا بعهد أمان وجب أن يحترم هذا العهد. قال تعالى وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، وقال ما جئنا لأمريكا إلا لنقف على أرض صلبة لا على أرض هشة، ونعيش في أمن مستتب لا أمن مزعزع بعد أن ضيق علينا الحريات هنا في مصر، فكيف بالبلد الذي جئنا نعيش فيه ندعو إلى العنف أو القتل أو الإرهاب؟ وعلى الرغم من ذلك خانوا العهد وخانوا الأمانة وأخذوا الشيخ غدرا وخيانة لإتمام صفقة خاسرة بين النظام الأمريكي ونظام مبارك، كي يبيع مبارك ثمن بلده بثمن بخس دراهم معدودة، كما باع الغاز الطبيعي وهذا ما تبين بعد الثورة المجيدة، وكما أغلق معبر رفح للفلسطينيين، وكما لوث الأراضي الزراعية وحولها إلى أراضي مسرطنة، وكما زج بالمعتقلين السياسيين الإسلاميين، فعل كل المنكرات مقابل أن يقبع عمر عبد الرحمن في سجون أمريكا
ولذلك حتى يرضوا مبارك اتهموا الشيخ عمر عبد الرحمن في قضية واحدة بما يزيد عن 285 سنة حكما بالنية أنه حرض على اغتيال حسني مبارك في زيارة كانت مقررة له في نيويورك في 93 ولم يذهب إليها. وكيف نقول لهم كيف حكمتم عليه بهذا؟ يقول أنه حكم استثنائي لم يطبق على أحد منذ الحرب الأهلية الأمريكية أي ما يزيد عن 200 سنة وحكموا عليه ب 285 سنة فضلا عن أربع قضايا أخرى إجماليها أنهم حكموا عليه بما يزيد عن 360 سنة. والتقيت برمزي كلارك وزير الدفاع محامي الشيخ ووزير العدل الأمريكي الأسبق وقال أنني اطلعت على قضية الشيخ تفصيليا بما يزيد عن 24 ألف صفحة كلها اتهامات بلا دليل واحد، لم أقف على إدانة واحدة حقيقية للشيخ عمر عبد الرحمن ولم يوجد في القضية سوى شاهد وحيد يسمى عماد سالم وهذا كان عجزوس، وحينما سأله عن هذه القضية كان دائما يقول أنني ضعيف الذاكرة وهذا في القانون الأمريكي لا يعد بشهادته، وإنما قال خلاصة القول يا ولدي أنه حكم سياسي لا حكم جنائي فتمت الصفقة. وعلى الرغم من ذلك حينما أتى المجلس العسكري لحماية الثورة نقول له كيف يا مجلس عسكري يا من أتيت لحماية الثورة تترك أحد أبطال الثورة الحقيقيين وهو الشيخ عمر عبد الرحمن الذي ثار قول الثوار، وما هذه الثورة الحديثة التي حدثت في مصر ما هي إلا سنة حديثة قديمة استناها الشيخ عمر عبد الرحمن منذ أمد بعيد. فيعني إحنا مش عاوزين نتهم المجلس العسكري بشيء وإنما نتهمه بالتقصير أنه يتأخر في طلب الشيخ عمر عبد الرحمن على الرغم من أن وزير الدفاع الأمريكي لم يتحمل أن أحد أبنائه وأحد جنسياته يبقى ثلاثة أشهر فقط فقامت الدنيا ولم تقعد وأتى لهذا. فأتينا بمؤتمر تحت عنوان أمريكا خلف جواسيسها فأين مصر من علمائها، وانطلاقا من هذا ومن موقعك المفضل نريد أن نوصل رسالة للمجلس العسكري عليك أن تتبنى قضية الشيخ عمر عبد الرحمن وأن تضعها نصب عينيك وأن يكون المطلب الأول قبل إتمام هذه الصفقة هو عودة الشيخ عمر عبد الرحمن وأن تعلنها بصراحة للشعب المصري أنه لا خروج لإيلان إلا بعودة الشيخ عمر عبد الرحمن سالما. المنع من السلطات الأمريكية أم من السلطات المصرية حيث أنه كان يوجد خبر أيام حسني مبارك أن الأمريكان لا يمانعون من تسليم الشيخ عمر، هل ده صحيح؟ الأمريكان بالفعل قد اتفقوا أو أتوا وبأيام بوش بعرض عودة الشيخ عمر عبد الرحمن إلى مصر في نظام مبارك، لكن مبارك رفض لأنك تعلم أن الشيخ عمر عبد الرحمن كان يمثل شوكة حقيقية في عنقه وكان يهز عرش سلطانه. الأمر حينما التقينا وقمنا بعدة وقفات ما يزيد عن ست وقفات هنا قبل اعتصامنا والتقينا بمبعوث من السفارة الأمريكية وتحدثنا معه في شأن الشيخ عمر عبد الرحمن قال لي بصراحة وبأسلوب يعني فيه من التهكم أنكم كيف أنتم الذين تأتون لتتفاوضون عن الشيخ عمر عبد الرحمن، نحن في عزام عزام، هل تفاوضت الأسرة مع مصر أم تفاوضت الحكومة الإسرائيلية في موضوع جلعاد شريط؟ هل تتفاوض أبناؤه جلعاد شريط مع حماس أم نحن الذي نتفاوض في إيلان؟ من الذي يتفاوض؟ هل الحكومة الأمريكية أم أبناؤه إيلان؟ فعلام أنتم تأتون أين حكومتكم؟ أين حكومتكم من مطلبكم؟ لو أن الحكومة طلبت بعد ذلك حاسبونا، هو لم يعلنها بعودة شيخ أم لا قال، لكن الأمر الأول نحن لا نخاطب أفراد وإنما نخاطب جهات، نحن نقدركم ونحن نحترمكم وتقبل مني الطلب لكن عذرا لا أرد عليه وإنما علي بدوركم أن يكون جهاتكم الحكومية كما نحن نتبنى أبناؤنا على مصر أن تبنى. وهذا أمر يعني مخزي أن بعد هذه الثورة المجيدة أن يترك المجلس العسكري وأن يسمع هذه الكلمات ويتأخر في مطلب الشيخ عمر عبد الرحمن. هل من المطروح بعد ما سمعت هذا أن الاعتصام سينقل إلى وزارة الدفاع أو إلى أمام المجلس الأعلى لقوات المسلحة؟ إطلاقا، الاعتصام هنا مفتوح أمام السفارة الأمريكية ولن نتحرك من هنا إلا بعودة الشيخ عمر عبد الرحمن إلى بلاده حيث أننا نعلم أن تأثيرنا هنا أكثر من تأثير المجلس العسكري. المجلس العسكري يأمل أن نذهب إلى هناك لكنه تأثير الأمريكان على المجلس العسكري أكثر من تأثيرنا نحن كأسرة الشيخ عمر حان على المجلس العسكري. والأمر الآخر أن الشيخ عمر عبد الرحمن يقبع في سجون الأمريكان، فخلاصة القول نحن نريد الشيخ عمر عبد الرحمن من مكانه الذي متواجد فيه ومن ثم فنحن لن نتوانى عن هذا المكان إلا بعود الشيخ عمر عبد الرحمن. شكرا دكتور. شكرا.